ميكرو فريد على قناة أنفاس بريس. اليوم عندنا عرس رياضي من مدينة الرحمة تحت إشراف العصبة الداربية لألعاب القوى بالتنسيق مع الجماعة الترابية اللي دار بوعزة، يعني بمناسبة عيد المسيرة الخضراء. اللي بغا تشوفوا هاد الأجواء ديال هاد العدو الريفي أجيو معنا. الملتقى الجهوي الاول لعصبة الضربة الكبرى تحت اشراف الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى. بهذه المناسبة كنشكر السلطات المحلية ديال منطقة الرحمة والنواحي اللي قدمت لنا كل الدعم، سواء لوجيستيكي سواء امني سواء صحي، كل شيء كان حاضر حول الجمعية من اجل تنظيم هذا السباق ويدوز في افضل الظروف. كنشكر بدوري الناس ديال عصبة الضربة الكبرى بحكم انني حطيت لهم الملف ديالي وعاملوني بكل صدق هذه الثقه اللي عطوني باش نكون مسرف على هذا السباق. هذا بدوري كنقدم طلب وكنترجى من الناس ديال الجامعه الملكيه المغربيه انهم ينظروا لهذه الجمعيه ديال شباب مدينه الرحمه لألعاب القوى، نظرا لانها كتواجد في هذه المنطقه ما فيهاش العاب قوى بتاتا وهي الاولى من نوعها. هذه الجمعيه هذه كما كتشوفوا السباق كيدوز في اجواء رائعه، جل الانديه مدينه عصبة الدار البيضاء والنواحي ديالها مشاركين، الحضور جماهيري بدور وحضر مكثف، وهذا هو الدعاء ديالي اللي كان اول مره باش يكون التفاف حول الجمعيه من اجل انجاح التظاهره. الحمد لله كنشكر ناس اعلام اللي جاوا بكثره، صراحه ما كانش عندي معهم لقاءات قبل، ولكن اليوم كنتفاجئ بالحضور ديال الجميع الفعاليات ديال منطقه الرحمه اللي جاوا حضروا باش ينجحوا هذه التظاهره هذه. ما يمكن نقول الا الشكر الجزيل للناس ديال عصبه الضربه الكبرى، الناس ديال الامن ديال منطقه ضرب وعزه والرحمه، والناس ديال الجامعه الملكيه المغربيه، وكنشكر جل الانديه اللي حضرات باش تشارك والنوادي ديال عصبه الضربه الكبرى. والشكر موصول لجميع المسؤولين وعلى راسهم السيد الباشا منطقه ولد احمد لانه كان الداعم الاول باش تنظم التظاهره، وبكلمة صدق قال لي ان شاء الله باذن الله غننظموا التظاهر او ديما ننظموا تظاهرات اخرى. كنزيد نشكره بزاف لانه هو الشخص اللي ساندنا كثير كثير.